بالله بالله يا صور. شو الأخبار عندك هالزومة؟ ما بحب الشهرة، لا صورنا. ناكل شاورما على الخفيف؟ على الخفيف بس شاورما؟ بس كم صبيشة؟ اثنتين ثلاثة بس. ماني سمعان فيا انه الشاورما بتجي حمض وطحينة. سمعني احكي يا جماعة، قال الشاورما وينك؟ عم اقول لك لا تحكي شي علي، افتح ما يخليني اسمع. يا جماعة هو في عندي شغلة، إذا هذا الزر أنا ما كبسته هو ما خرج يسمعني، هلا هيك عم يسمعني. شو عم تحكي علي؟ يا خلص خليني أفهم من الجمهور شو القصة. ها عم تفهم من الجمهور شو القصة؟ بشكل عام يا جماعة أنا رح أسكر هلا هذا وأحكي عليه. كلنا كلنا محبين. لا عن جد، شو بتحب تهدي محبينك؟ محبيني ولا محبينك؟ محبيننا. محبيننا على قناتك ولا قناته؟ هذا على قناتنا. على جد قناتنا ما بعرف، نشوف هذا مصوره والناس وين ما بتطلبه بنعطيه. اهدينا غنيك موال صغير تجمل. اهدينا اغنية عراقية. هات شيء لشخص مو لحدا. هات اعطينا. طب انا راح اهديها لشخص وكل حدا عم يشوف هذا الفيديو يعتبر هذا الشخص. واو. حبك يدق بالراس ماليني حب واحساس غير انت تاج الراس وهذا مكاني. هلا راح يوصل قلبي لخيلك يا رب.
برافو برافو. 13 و 47 شنو طلعنا؟ هلا 11 11 شي في حلو عندنا حظ وعزام. الاغنيه الاغنيه وعزام صلي خمس ساعات ماسك بدي اكل صح 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 هيك كثير سهل بس الثاني كانه مرتب. طب طب طب